النهارده عملت حلقه عن البوكر والمان بوكر العالميه وغير العالميه، اللي سبحان الله دلوقتي برضو بقى اسمها بوكر بس ما بقاش اسمها مان بوكر. ومن وقتها قلت لكم ان احنا هنعمل حلقات بصفه دوريه نتكلم فيها على اهم الجوائز الادبيه اللي اي حد مهتم بالادب المفروض يكون عنده فكره عنها، بل والمفروض يكون عنده تفضيلات بخصوصها هي شخصيا. فمثلا اشهر جائزه لكل الناس اللي ليهم في الادب واللي ما لهمش فيها عارفينها هي نوبل في الادب، ولكن مش بالضروره الكتب اللي كتبها بيفوزوا بنوبل في الادب بيكونوا كتابنا المفضلين او بنقدر نحبهم بعد كده، وبناء عليه ساعتها نوبل في الادب مش هتبقى اهم جائزه. المفروض نبقى فاهمين الميكانيزمات بتاعتها بتشتغل ازاي ونشوف الجوائز التانية اللي بتعجبنا او ذائقتنا بتمشي مع ذائقتها بشكل او. وبمناسبة ان انا اتكلمت على البوكر والمان بوكر، خلوني اسجل للمرة اللي معرفش كام اعتراضي على فوز مارجريت اتوود حبيبة قلبي بمان بوكر اللي هي بوكر الاسبوع اللي فات، وذلك لان انا بحب مارجريت اتوود جدا 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 وبشوفها حكاية عظيمة جدا جدا جدا، وبالتالي ما كنتش اتمنى انها تفوز برواية رديئة زي The Testaments اللي لو ما تعرفوش هي تعتبر الجزء الثاني السيكول بتاع The Handmaid's Tale، لدرجة ان انا كنت هبقى راضية ان هما يدوا الجايزة لساعي البريد اللي وصل الملفات لمقر الجايزة ولا انهم يدوا لمارجريت اتوود. طبعا كلنا شفنا من كام يوم الاسبوع اللي فات وقت الاعلان عن نوبل الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي والجنان اللي بيبقى حاصل بخصوص نوبل، وكل الناس بتحاول تتكهن، وخلي بالكم ان تتكهن دي بمين ايه اللي هيفوز بالجائزه السنه دي، علما بان السنه دي كانت سنه خاصه جدا لان ما كانش في جائزه السنه اللي فاتت كمان، فالسنه دي كان هيتم الاعلان عن جائزتين 2018 و2019. وزي كل سنة الموضوع ما بيخرجش عن مجموعة من الأسماء اللي بتتكرر كل سنة إلا إذا حد منهم مات، زي أقرب حادثة لما كان فيليب روث مات قبل ما ياخد نوبل، وساعتها الناس بينقسموا نصين، نص بيكمل تشجيع في بقية الأسماء التانية إن هي لازم حد منهم ياخد نوبل، والنص التاني بيشتم في لجنة نوبل إن هم ما ادوش الجايزة لفيليب روث وهو على قيد الحياة. وأنا أتوقع إن ده هيفضل يحصل يعني خلال 5-7-10 سنين الجايين، يعني ولو بنبص بشكل اقصر شويه ده اللي هيحصل خلال 3 سنين الجايين لما الناس هتبدا تشتم في نوبل علشان ميلان كونديرا مش هياخد الجايزه برده السنه الجايه وبرده السنه اللي بعدها، وغالبا هيموت السنه اللي بعدها لانه يعني العمر بيد الله يعني وكده وكلنا هنموت. وساده الناس بقى هتقفش جدا على نوبل ان هي ما كرمتش هذا الاديب العظيم وهو على قيد الحياه. المهم انا النهارده مش جاي اكلمكم على نوبل لان انا الحقيقه مش مهتمه بالاديبين او الاديب والاديبه اللي فازوا بيها السنه دي، وهي مش من جوائزي المفضلة اصلا، ولكن عايزة اكلمكم عن جايزة وجود اسمها على الكتاب كعمل فائز او عمل مرشح ليها بيبقى دليل جودة، وانه الكام ساعة اللي هتقضيهم على الكتاب ده مش هيكون عمر ضايع يحسبوه ازاي عليه، وانما هيكونوا ساعات مستفزة فكريا وادبيا وهتبقى مخلصهم وانت مبسوط جدا. حقيقة ما قريتش ولا عمل مرشح ليها او فايز بيها خلال العشر سنين اللي فاتوا او حتى الاعمال الكلاسيكس اللي جبتها واكتشفت انها فايزة بالجائزة دي الا وكان عمل فائق حتى لتوقعاتي، جائزة الجونكور الفرنسية. الجونكور هي اكاديمية اتأسست بعد وفاة الكاتب والصحفي الفرنسي ادموند جونكور اللي وصى ان كل املاكه تروح بعد وفاته لتأسيس الاكاديمية دي او المنشأة دي اللي هدفها يكون منح جائزة سنوية لأي كاتب أو أديب بيعمل عمل مبتكر جدا وبره الصندوق، وإن هي يكون اسمها الأخوة جونكور وفاء لذكرى أخوه اللي اسمه صعب وأنا مش عارفة أنطقه بس هو اسمه حاجة جونكور برضو، فتبقى الجمعية اسمها إيه جونكور وأبنائه جونكور وإخواته حاجة زي كده. وزي ما احنا عارفين مسائل الورث دي دايما فيها مشكله حتى لو هنا في فرنسا، ولذلك فبعد وفاه ادموند جونكور الورثه رفضوا جدا موضوع انه الفلوس كلها تروح علشان نعمل جائزه ادبيه ومهلبيه والكلام ده بره عننا خالص، هناخد الفلوس يعني هناخد الفلوس، فبدا يدخلوا في مشكلات ومحاكم وقضايا يعني وقصص كده لحد ما منفذوا الوصيه قدروا بعد 4 سنين، هو ادموند مات 1896، قدروا بعد 4 سنين يعني سنة 1900 يعقدوا أول اجتماع للي هيصبح بعد كده أكاديمية الجونكور، وبالفعل أسسوا الأكاديمية سنة 1902 ومنحوا أول جائزة سنة 1903. بالنسبة لي اللي بيخلي الجونكور مميزة ومختلفة عن كل الجوائز الأدبية التانية كذا حاجة، منها مثلا إنها مش جائزة مادية، يعني مش جايزة مادية خالص، يعني مش جايزة بتأكل عيش، خليني ابسطها لكم. وقت ما ادموند جونكور كان عايز يعمل الجايزة دي كان عايز يدي مبلغ 5000 فرنك
الفرنسي للعمل الفائز للكاتب الفائز عشان يقدر ان هو يشتغل على العمل الجاي. الكلام ده كان سنة 1903 يعني، هو كمان احنا بنتكلم ان هو كان عايش كمان في القرن اللي قبلها، كان سنة 1800 وحبة. هذا المبلغ الضخم وقتها او المعقول وقتها دلوقتي بيساوي حوالي 10 يورو، وبالفعل لحد النهاردة دي قيمة الجايزة حوالي 10 يورو اللي هما 5000 فرنك. ولكن الأكاديمية اعتمدت على ان وجود كلمة فائز بجائزة الجونكور اللي بتكون مكتوبة على غلاف الكتاب هي كفيلة انها تجعل من هذا الكاتب مليونير، لانه الكتاب فورا فور فوزه او حتى احيانا فور ترشحه للقائمة القصيرة لجائزة الجونكور بيتم ترجمته لمعظم اللغات الاوروبية، اهمهم يعني الانجليزية وحبة لغات تانية، ترجم يا معلم اسباني، ترجم ايطالي، ترجم الماني، شكرا، حلوة اوي كده. تاني ميزة بحبها في الجونكور ان هي ليها اكتر من مجال، مثلا في جونكور للرواية ودي بتكون كل سنة لعمل روائي مكتوب باللغة الفرنسية، مهم يكون في فكرة جديدة مبتكرة برا الصندوق، سواء كانت فكرة العمل نفسه، القصة نفسها، او التكنيك، او استخدام اللغة، او اي حاجة تانية. ولكن عندهم بقى مجال تاني اسمه جايزة الجونكور للرواية الاولى، ودي بتحل مشاكل كتير جدا في رأيي، عشان ما نلاقيش انه كاتب لسه عنده ديبيوت، لسه كاتب اول رواية بيتنافس مع عمالقة الادب الفرنساوي، لا ده بيترشح في قسم وده بيترشح في قسم تاني خالص. واعتقد ان دي الازمة اللي عندنا في البوكر العربية بتاعتنا، ان احنا دايما كل سنة بنلاقي اسماء كبيرة جدا بتتنافس مع اسماء محدش يعرفها خالص، وده بيضيع فرصة الاسماء اللي محدش يعرفها خالص. بالاضافة لده ففي جونكور في الشعر وفي جونكور في القصة القصيرة زي البوليتزر برضو حبيبة قلبي اللي هيبقى لها حلقة تانية لوحدها، نروح لها امريكا بقى نصور من هناك. ومؤخرا عشان احنا يعني في فرنسا والدول المتقدمة عملوا جايزة الجونكور لطلاب الثانوي، ودي مبادرة اتعملت ما بين اكاديمية الجونكور ووزارة التربية والتعليم لتشجيع الشباب الصغنطط على الابداع. تالت حاجة من الحاجات المميزة في الجونكور في رأيي هي ان اللجنة مكونة من 10 مقاعد، 10 كراسي، 10 اشخاص. ال10 اشخاص دول موجودين ومستمرين، ما بيتغيروش الا اذا حد مات او حد قرر ان هو هيستقيل يعني، وساعتها باقي اعضاء اللجنة بيعملوا تصويت على الشخص اللي هيجي يحل محل الشخص اللي مشى. ليه ده مميز؟ ده مميز لانه بيدي نوع من انواع النكهة الثابتة المستمرة للجايزة. فمثلا دايما هيبقى في شخص عاصر ناس من الناس القديمه وعاصر الناس الجداد، مهما بقى بدانا نغير، مهما شلنا من القديم وحطينا جديد، دايما هيكون الجديد عارف السنس القديم عامل ازاي. طبعا ده وجود هامش للتغيير والابداع وكل الحاجات لان هو ده الهدف الاساسي من الجائزه، ولكن بقى في مستوى ثابت ما بينفعش الجائزه تقل عنه. الجدير بالذكر انه ال10 مقاعد دول حاليا مقعد رقم 7 بيشغله الكاتب الفرنسي المغربي او المغربي الفرنسي طاهر بن جالون. من الكتاب اللي نعرفهم اللي ترجموا للعربيه اللي فازوا بالجونكور طبعا سيمون دي بوفوار عن روايه المثقفون اللي السنه اللي فاتت كانت افضل عمل قريته في السنه، ممكن احط لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن تتفرجوا عليها تاني تخسروا حاجه. ماتياس اينار ترجم مؤخرا، مارسيل بروست اللي بالمناسبة هيصدر له ترجمة قريبا جدا جدا لكل البحث عن الزمن المفقود، وبالمناسبة يعني دي شوية فوتج من المتحف اللي كانوا عاملينه هنا في فرنسا في باريس في دار نشر جاليمار في الجاليري بتاع دار النشر بمناسبة مرور 100 سنة على فوز مارسيل بروست بجائزة الجونكور. هو فاز بالجونكور سنة 1919 والنهاردة كل سنة طيبين احنا في 2019، وهما للدرجات دي بيقدروا بروست وللدرجات دي بيقدروا الأدباء أو المثقفين بتوعهم، يعني حتى محطات المترو فيها كتير أسماء كتاب ومثقفين، حتى في محطة اسمها الجونكور. من الأسماء العربية اللي احنا نعرفها اللي هي عربية فرنسية اللي احنا نعرفها طبعا أمين معلوف والطاهر بن جالون نفسه، ومؤخرا ليلى سليماني برضو من اصول مغربيه عن روايه اغنيه هادئه. وكان في بقى اللي هي من الطف الحاجات اللي قريتها فازت بالجونكور مؤخرا كانت لروايه فرنسيه ايرانيه اسمها مريم مجيدي، كانت روايه ماركس والدمية، وان كانت دي كانت في فئه اول عمل مش جونكور للروايه في المطلق. في اسماء غير دي كتير فازت بالجونكور وترجمت للعربيه واحنا عارفينهم، بس انا طبعا مش هقول لكم كل الحاجات يعني، جوجل موجود تقدروا تسرشوا عليه لاني مش هعيش لكم العمر كله، ولكن برضو نقدر نقول ان حركة الترجمة من الفرنسية للعربية فيما يخص الجونكور مش احسن حاجة يعني، ممكن تكون احسن من كده شوية، خصوصا ان هو عمل يعني او عملين في السنة اللي هيترجمه، فمش صعب قوي ان حد يركز معهم ويترجمهم.
واخيرا الجايزه بيعلن عنها كل سنه في شهر ديسمبر، بيتقابلوا كده في كافيه على قهوه كده في شهر 11 يستقروا، وفي شهر 12 يعلنوا عن الجايزه. وطبعا فور صدور العمل الفائز او فور الاعلان عن العمل الفائز بيترجم للانجليزيه للناس اللي زي ما بيقدروش يستحملوا ان هم يستنوا العمل يترجم للعربيه. بس جدا نعيش ونشوف بقى اسماء كتير حلوه وجميله بتفوز بالجوائز الجميله دي، ويا ريت الجمهور تبقى جايزه مفضله بالنسبه لكم زي ما هي جايزه مفضله بالنسبه لي. ويا ريت تقولوا لي ايه الجوائز المفضله بالنسبه لكم في الكومنتات، ويا ريت لو قريتوا حاجه فازت بالجمهور تقولوا لي هي كانت ايه برده في الكومنتات. ونامل ان احنا يكون عندنا في المستقبل جوائز مشابهه في الوطن العربي على نفس القدر من الاهميه والقوه والثقل اللي تخلي القارئ يثق تماما في العمل الفائز فقط لانه من اختيار لجنه هذه الجائزه العظيمه. لحد دلوقتي احنا عندنا شويه جوائز في الوطن العربي بس ما عندناش جائزه بالقوه دي. واستنونا كمان كام يوم في حلقه جديده من دوده كتب. يا رب الجو يظبط وزوري يخف واطلع صورها لكم من بره. قادر يا كريم قولوا امين. شكرا.